السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين. للتو دخلت للعبة جي تي اي 5 فاكتشفت بأن صديقي فرانكي فإنه مريض. شاهدوا المسكين يا أصدقائي الأوفياء، الأجواء مشمسة صراحة ورائعة، لكن مع الأسف فرانكلين فإنه مريض. صديقي فرانكلين أحتاجك في هذا اليوم، لدي فكرة خرافية. لا أريد اللعب لا بمايكل ولا بتريفر. أوه، كاد يا رفاقي أن يسقط. صديقي فرانكي، ما الذي حل بك؟ راقبوا يا أصدقاء وجهه. هو الآن يشعر بالدوار، بطنه يؤلمه، ممكن أنه أكل شيئا ما بالأمس أو لا أعرف صراحة، رغم أن الجو مشمس. وأحتاجك يا فرانكي لكي نفعل هذا المقطع. أرجوك يا فرانكي، فقط استيقظ، أدخل للحمام الآن، اغسل وجهك وإن شاء الله ستصح. لكي لا نزعج فرانكي تركنا لوحده داخل من الحمام الآن. سمعت صوت الصنبور، يعني أنه يقوم بغسل وجهه. بالفعل صوت التويليت، يعني أنه مر في التويليت. في أي لحظة سيخرج، عليه الآن الوضوء، فقط غسل تلك الأشياء بطبيعة الحال. وبعدها سيخرج. سمعته، هناك صوت غريب الآن. لا لا لا، أمر غير معقول هذا. فرانكلين، يجب عليك أن تخرج الآن يا صديقي فرانكلين. لا لا، هناك شيء غريب جدا حدث يا صديقي فرانكلين. أصوات عجيبة صراحة أسمعها في الداخل، تشبه أصوات الوحوش. انتظر، هناك شيء. من هذا؟ هل هذا هو فرانكلين يا أصدقائي الأوفياء؟ لا يمكن هذا صراحة. هل فرانكلين هو هذا الوحش؟ أم أن هذا الوحش هو الذي أكل فرانكلين؟ أتوقع يا أصدقاء بأن فرانكلين فعل شيئا ما ولقد تحول. هذا هو فرانكلين، لسنا متأكدين شيء الذي حدث لفرانكلين بالضبط، لكن فرانكلين تحول إلى هذا الوحش. مراقب ذلك الدخان الذي يخرج منه. شيء هو سريع جدا. تشوب لقد هرب، أحس تشوب لأن الكلاب يحسون. هو بالفعل رأيتم. رقب. واو، عدد القدرات هائل جدا. أشاهدتم ما الذي سيحدث إذا ضغطت هكذا؟ واو، أكلنا تشوب يا أصدقاء، ابتلعناه. دخل تشوب في بطني الآن. شي يا المرأة، تعالي هيا. يا واو، أكلت مرأة ثانية يا أصدقاء. أي شخص جاء أمامي فإنني قمت بأكله، لا يمكن هذا. شاهدوا هذا، سائق سيارة. لا سائق سيارة، لا أستطيع فعل أي شيء له. والآن شيء شاهدوا، لا يمكن هذا صراحة. تحولت لزفت يا رفاقي وابتلعت سائق سيارة. شيء رقبوا هذه السيارة، لا يمكن هذا صراحة. تحولت لزفت مرة أخرى. واو، هذه كذلك. أين ذهبت تلك السيارة؟ لقد غرقت أصدقائي أسفل من الزفت. ما فعلنا صراحة فإنه خطير جدا. بقيت فقط العجلة، العجلة هي الوحيدة التي لم تستطر. وشاهدوا، كلما ضغطت أصدقاء كلما قمت برمي مزيد من الزفت. لا 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 لا، هذا هو أخطر وحش لحد الآن رأيته في تاريخ لعبات جي تي اي 5. شاهدوا هذا الحيوان، شاهدوا هجمت عليه رقبة. نعم ابتلعته. واو، لقد تحولت يا رفاق، أصبحت ثقبا أسودا. تلك القدرة خطيرة جدا. الآن سنجرب القدرة الأخرى. لدي فكرة. انتظر، شاهدوا يمكن الطيران. واو، نستطيع التحول كذلك لرماد، وبعدها يمكننا الطيران. أريد صراحة شاحنة. انظروا معي جيدا في الخريطة، هل رأيتم شاحنة؟ نعم، هناك باص. ممتاز، هذا الباص سأتي بالأسفل منه. راقبوا، وإذا فعلت هكذا. لا، نزلت أسفل من الأرض. أردت يا رفاق الصعود والدخول داخل من الباص، لكن فإذا بأنزل أسفل من الأرض. مرة أخرى سنتحول بهذه الطريقة، هكذا. شاهدوا، هكذا. نعم، لقد دخلت عنده داخل السيارة. صديقي كيف حاله؟ لا يمكن صراحة، قدرة خيالية جدا رائعة. بالنسبة لقدرة الجورج، واو، شيء قدرة الجورج. يا سلام، يمكنكم ابتلاع اي شيء بقدرة الجور. يا للروعة، الباص بنفسه، رغم ان حجمه كبير جدا لكن استطعت ابتلاع هذا. واو، شيء يمكنكم ابتلاع واحد على حدة في هذه القدرة، قدرة الجورج. تستطيعون ابتلاع واحد على حدة اي شيء يمكنكم ابتلاعه، سيارات، شاحنات، كل شيء تستطيعون ابتلاعه. لا، فرانكلين اصبح خطير يا اصدقائي الاوفياء. شيء اي شيء يخطر على بالكم تستطيعون ابتلاعه الآن. الآن سنأتي لقدرة التورنت. نعم لقد نزلت، راقبوا. واو، قدرة التورنت يمكنكم تكبير يا رفاقي الأرضية عن آخرها، يمكنكم تكبيرها. يا سلام، أي شخص اقترب منكم الآن سيغرق. ركزتم. واو، قدرة التورنت خطيرة جدا، يمكنكم وضع زفت يا رفاق على مساحة كبيرة. أي شخص لا يمكن هذا عليكم. دعموا يا بنت تقطع زي لايك رش المقطع مع صديقيكم، لأن صراحة هذا الوحش هو أخطر وحش في التاريخ. ولا تنسوا بأن هذا الشخص هو فرانكلين بعدما مرض لقد تحول. شيء جنون. شي الكل سيغرق، الكل كذلك الناس. راقبوا هذا. نعم نزل،
واو 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 نزل وابتلعته. شيش يعني يستحيل يا رفاق أن يمر شخص ما فوق منكم بدون أن يتم ابتعاده. شيء سائق الشاحنة خاف حسن يا سائق الشاحنة لا تقلق سأتركك وشأنك يا رفيق. الآن قدرة ساندر. واو واو شاهدوا الأرض تشققت كذلك الشاحنة كانت بعيدة علينا بمئات الكيلومترات والشيء الذي حدث لها ببساطة واو شيء لقد طارت يا أصدقاء ثلاث نجمات in no time يا حبيبي. يا سلام ضربتهم دمرتهم عدبتهم ولا تنسوا بأنني أستطيع الطيران قوة ساندر الآن. بوم انتظروا سأطير عند الهليكوبتر. رجال الشرطة هل تعتقدون بأنكم تستطيعون الإمساك بي أو تستطيعون الهروب؟ شاهدوا المادة السوداء. شيش يا سلام يمكنكم تشارك خيالكم الخلف من المادة السوداء. حسنا سأحاول الضرب فيها الآن نكتشف هل نستطيع الحصول على علامة حمراء مثلا وضربها. نعم لقد ضغطت على الزر نحن الآن متجهون نحوها. راقبوا أنا الآن لا أفعل أي شيء ونحن متجهين انتظروا سنفعل فقط هكذا. ركزوا فقط بالضغط على الزر ستذهبون مباشرة نحو شركة. بما أن شركة الهليكوبتر ليست هليكوبتر خاصة برجال الشرطة سنتركهم لكي يبقوا على قيد الحياة. شاهدوا الميلياتكم عدد المليتاك سهل جدا يمكنكم تدمير اي شخص يا اصدقاء جاء في طريقكم تستطيعون تدميره. لا رجال الشرطة لا يستطيعون فعل اي شيء. لا لا يا اصدقاء شاهدتم ماذا فعلت. سنقوم بتغيير الالي ديفاستيت. واو قدرة ديفاستيت فانها مختلفة. راقب راقب تحولنا لتورنيدو. ركزوا تحولنا لعاصفة. شاهدوا ديفاستيت تعني بانكم ستحولوا لعاصفة. شاهدوا هذا الشخص من اين جاء. راقب راقب القدار واختفى. ابتلعناه بطريقة الدوران اللولبي. راقبوا هاتي الشاحنة. يا سلام الشاحنة حملتها شيشي ادخلتها داخل من بطني الان وفجرتها يا رفاقي. لا 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 هاتي القدرة خيالية. شاهدوا هذا الشخص ميجيشي امسكت به. هذا الشخص كذلك نذهب عنده امسكنا به كذلك. رجال الشرطة جاءوا. مرحبا بكم يا رجال الشرطة سيتم ابتلاعكم يا رجال الشرطة. رأيتوا يا 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 واصبحت كبيرة الان. اللولب اصبح كبير. واو 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 لقطة خطيرة. الان قدرة الريز. نعم قدرة الريز هي قدرة الجذب. شيش تلك السيارات بعيدة عني رغم كل هذا استطعت جذبها يا رفاق. جربنا الريز جربنا الفلي. لا لازلت لم اجرب بعد الفلي انتظروا نقترب من الاعداء. شاهدوا الفلي الان. نعم الفلي هي ابتلاع الناس. الفلي تسمح لكم بابتلاع الناس لكن لا يمكنكم ابتلاع السيارات مع الاسف. اكتشفنا الان هذه القدره. بالنسبه لقدره الكليف تعالي يا تولانس تعالي. نعم قدره الكليف تقومون باكل الناس يا اصدقاء. ارايتم لقد ضربتها قمت بمص دمها وبعدها رميت جثتها. ننتظر رجل الشرطه حتى ياتي. شاهدوا رجل الشرطه. ركزوا لقد اكلته قمت بعضه وتقريبا استخرجت جميع دمائي فمات. تلك هي قدره الكليف. وبعدها لدينا قدره الجورج. قدره الجورج هي عندما تستحوالون قدره التورنت كلنا يعرفها. ننزل في الارض ونقوم بتوزيع يا اصدقاء ذلك الزفت واي شخص جاء امام من الزفت الخاص بنا فان سيتم ابتلاعها. ركزهم رجال الشرطة سيارات اي شخص جاء في الزفت. هذه هي القدرات تقريبا الموجودة عند هذا وحش صراحة قوي بلا كذب. ويمكنكم كذلك الطيران يمكنكم فعل الكثير والكثير من الامور المميزة بطبيعة الحال. رجال الشرطة تستطيعون الهروب منهم بسهولة عليكم فعله فقط التحول هكذا للرماد ويمكنكم الطيران يا رفاق والذهاب لاي مكان تريدون. وبهذا يا رفاق فإن فرانكين تحول لشخص لا يقهر. وما هذا الصراخ العجيب راقبوا. ما الذي حدث. لقد فقدت السيطرة الآن لا أستطيع يا أصدقاء التحكم فيه. راقبوا لقد بدأ يطير فقط ويضرب في الأرض. هل يريد تدمير مثلا الأرض. لم أعد أستطيع التحكم فيه الآن يا أصدقائي. لا يمكن هذا. لقد غضب بطريقة جنونية جدا وبدأ يضرب الأرض الآن كأنه يريد تفجير هذا الجبل. لقد توقف شيء عجيب. واو عاد فرانكلين. لازال الدخان يخرج من رأسه لكي تعرفوا وتتأكدوا بأن فرانكلين هو الذي تحول ذلك الوحش. لازال الدخان يخرج لكن فرانكلين لحد الآن فإنه أصبح عادي جدا كأنه تم فعل تيبي لنا. ممكن يا أصدقاء بأن فرانكلين بعدما أحس بأن ذلك الوحش سيطر عليه الشيء الذي حدث ببساطة هو أن فرانكلين يعرف جلس يضرب في الجبل كأنه يتعارك ضد ذلك الوحش لم يريد إيداء الناس وفجأة نزل أسفل من الجبل وخرج هنا في هذا المكان. وبعدها يا رفاقي صعد فرانكلين ولم يصعد ذلك الوحش وهذا يدل على أن فرانكلين الحمد لله لقد عاد. والغريب في الأمر هو أن فرانكلين لم يعد
تعاون ماريا دي دراكس، ولقد أصبح فرانكي عادي جدا. نسبح قليلا كذلك يا أصدقاء لكي نبرد على دمنا ونبرد على أنفسنا، لأني لا أريد من فرانكي أن يتحول مرة أخرى لذلك الوحش. والآن سننام لكي نترك فرانكي لكي يرتاح، وأتمنى صراحة ألا يتحول مرة أخرى لذلك الوحش. إذا أعجبتكم حلقة اليوم وفكرة حلقة اليوم فضلا منكم دعموا الضغط على زر لايك وانشروا المقطع مع أصدقائكم، ولا تنسوا الاشتراك لكي لا تفوتكم مقاطع خرافية مثل هذا. كذلك كان معكم ياسي، استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه، ولا تنسوا بأن السلام وخير ختام.